هلا بالملك، هلا بالمو طبيعي، هلا بالاستاذ رهيب. ها شكيب ايش جايب لي اليوم؟ استاذ جايب لك اليوم مطرب مو طبيعي، مطرب الا يموت اذا سمعه. الله شكيب. ها استاذ خوب اذا خرج لاني هذا بعد شكيب. نعم استاذ رهيب. ما جايب لي مطرب عمره 70-80 سنه مثل ذاك المره؟ انت مخبال استاذ. العفو استاذ. ليك استاذ صدق تعجبته؟ جايب لك مطرب بمبوني. قل لي شد عمره؟ 85 سنه. 85؟ لا لا ايش فيك؟ 25. انا عمري 18 بالجنسيه. شكيب. نعم استاذ رهيب. بمبوني. خليه يدخل جيبه. اخليه؟ موت الدلل استاذ. سلاطه. يا شباب يا شباب ادخلوا، هلا بالنجوم، هلا بالقنابل، ايش راح تسوون يا مبدعين؟ هلا شو راح يطقون طقه؟ شوف خوب هذا ابو جوزي، هذا هو المطرب، ايش راح يسوي اذا طلع بالشاشه بالتلفزيون؟ البنات كلهم هيجي كلهم وعد شكيب فضلي خلي يغنون. اين باق من عند القالب، والله القالب شير الدنيا يا ناس، انا قلبي تعب كلش تعب من الاذية، انفلس ودوم انا عاني بويا شلع عبي يا زماني، مو عيشة هل صارت حارب، والله حارب واللعبية. شنو قلبي ينباق وشو مدري شنو ينباق؟ شوف تسألتني وانا راح اجاوبك. شوف القلب من ينباق شلون ينباق؟ مثل ما بقيت نموت. شكيب انا موافق بس عندي شرط صغير. شرط صغير؟ بسيط استاذ، تأمرنا امر وبرسم الخدمه. لا تخلوا الناس العصب شلون العصبيه. شكيب اريد لك تغير لي اللحن. اللحن؟ والكلام؟ الكلام ما بغير شيء. والمطر مو دورني استاذ. شكيب انا افتهمتك، تريد اغنيه بيها قلب مباق ومدري شنو مثل ما مباق قلبي. هاي قيس الغريب بقد قلبي. فقد قلبي فقت روحي، بعشت بوك من عندي من عندي من عندي، وانا اللي ما صفنت بيوم هسيت على خدي على خدي. ايش قشايف حرامي مثلك ما شفتاني ابد، ما كلفت نفسك نظرة فقت وجداني. ايش قشايف